ما يعرفش البنين نفسه. بالظبط، قال له خد بقى البيت دوا على فكره كنت عايزك تبنيه لنفسك. وايه ده؟ بيبسي؟ ايوه ده، خد بق. اخد بق؟ يا ابني انت مش عارف ان ده مضر لصحتك؟ لا مش مضر. تالت حاجه اسمع للي بيرعاك روحيا، لان هو اللي بيقولك صوت كلمه الله في حياتك. مين قال ان صوتك وحش؟ مين قال؟ صوتك جميل جدا، وانت على فكره لما بتشارك بالانشوده انت بتساعد اصحابك ان هم يشاركوا هم كمان. مجدا للرب الاله الحي العظيم، الكنيسه انتصرت واستعدت كويس قوي لصوت روح الله، وصلت في الطياره الاولى. ويا بخت كل اب وام هينالوا المدح بتاعي لما يعلموا اولادهم الكلمه، ده الميراث الحقيقي اللي صنعت ده يا استير. يلا تعالوا شوفوا ازاي رب جميل، تعالوا يلا ويدوقوا يسوع.